السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا أكلة حلوة جميلة شتوية حامية سخنة مشطشطة جميلة. معدي على الخضر كده شفت حبة فلفل شدوني. بص يا باشا، بص يا باشا الجمال ده يا باشا. بالذمة ده يتفاد ده؟ ده يتفاد يا جماعة بالذمة الجمال ده والحلاوة دي؟ يعني مش قوي يعني، أنت مش أنت معديت باللي بالي بالك؟ خلاص كله أنت براحتك. ها طالما عملت العملية خلاص ما تفرقش. المهم إن احنا عدينا. طيب هنعمل حبة فلفل محشي يجنن يجنن حقيقي فعلا، حاجة تفتح النفس. يعني أنا كنت عايز النهاردة أفطر أتغدى بتاع دوت، امبارح كلت عدس كان جميل، والنهارده قلت اكل قرنبيط، قرنبيط مقلي، والمره اروح لاخويا الحاج صالح السبيع اديله شويه كمان، عشان هو دلوقتي انت بتقول لي انت بتفضحني كل شويه تقول لي اما ده ضرب ده خلاص بقى ضرب السكه، ده ضرب السكه يا ستي. المهم نشوف مقاديرنا عشان خاطر فلفل المحشي القرون. رز، لحمه مفرومه، شبت، كزبره، توم وبصل وكمون وبهارات ونعناع وتوم باودر بصل باودر شطه تاني. يا شيخ حرام عليكي، شطتين في الراس بتوجع. طماطم بري، طماطم فريش، ملح وفلفل وسمنه او زيت. لا اخد سمنه، حبه سمنه حلوين، حبه سمنه بلدي حلوين. زيت مين يا امه؟ طيب كده هنا ادي حبه السمنه بتوعنا الحلوين. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. بعمل فيه ايه بقى كده ده؟ بص اهو معلقة السمنة مش كبيرة قوي اهي، بس كله نايف ني ما تقلقش، بس الحلة حامية. ده بصل اهو، خضرة، شبت حبيبي، شبت قلبي وشبت روحي، بقدونس اهو كده. الريحه حق يا رايح المصطفى. التوم، استنى بس انا عايز البس جوانتي عشان اعك زي ما انا عايز. واحد صاحبنا طالع يطلع الحلقه النهارده وايه وبيهددني، مش ايه بهددني، ولابس لي يونيفورم قال لي مش عايز تشتغل روح بصوت عالي. حاضر ماشي ماشي اللي في بالي. كمون مهم، نعناع ناشف، بودر، بودرين، كمون تاني، وبهارات محشي، وادي اللحمه المفرومه كده. قبل كل حاجة ندعكها كده مع بعضيها. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ملح وفلفل. هو أنا عشان المخرج بيقول لي ما بحبش أنا آكل دايما حاجات هفق، فأنت زود لي اللحمة المفرومة وقلل لي الرز. حاضر يا باشا، هنقلل لك الرز ونزود لك اللحمه المفرومه. حبيبي يا رسول الله، شويه طماطم فريش، شويه طماطم بوريه اهو، وادي حبه السمنه اللي قلت لكم عليه اهو كده، وادي كمان حبه سمنه تاني صفرة، وادي حبه رز صغيرين يا عم مش كتير اهم. اوسع لك كده عشان تشوفني
اللهم صل وسلم على حبيبي سيدنا محمد. كمان شويه طماطم بوريه. في جمال وحلاوه احسن من كده؟ ابدا. اللهم صل على الحبيب، اللهم صل على الحبيب. قم بقى ايه يا سيدي؟ لازم اعمل له ارضيه. كده طيب. بعد كده يا سيدي نشيل كل حاجة من هنا. يلا بقى نشتغل. ده البصل بتاعي اهو في الارضيه عشان ما تس ايه ما يلسعش مني. خليها على النار كده واحنا شغالين. شويه بصل مفروم، شويه شبت وبقدونس اهو، شويه ملح، شويه كمون. كل ده بينفعني في الشغل. اشيل بقى كل الفوارغ دي عشان المخرج قال لي انت واقف لايس، واقف لايس ومش عارف تعمل حاجه. شكرا يا عم شريف. طيب كده هنا اهو. الله، حبه فلفل. الله اكبر. يا عم عبد الغني، عبد الغني حبيبي، حبيبي عبد الغني، انا بحبك قوي حبيبي وابني. اسمك الحقيقي ايه؟ نعم، اسمك الحقيقي ايه؟ انا اسمي عبد السميع محمد علي الشربيني. ماشي، وانت اسمك ايه بقى؟ اسمي عبد الغني. ها؟ عبد الغني. ده اسم جدك ولا اسم ابوك؟ انت هيسموك على اسم مين؟ الله. طيب ماشي، ما احنا مش احنا اصدقاء. الغني هو الله والسميع العليم. يا ست مريم، شكرا مريم. الناس على اللايف بيقولوا لي اديني قرنين فلفل. ده بصوا يا جماعه، مضاد حيوي، انتي بيوتيك، علاج. اهو الله الله الله، اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. ها
عايزه يشبع من الداخل ومن الخارج. نعم، مين؟ مريم من سوريا بلدنا التاني. صبح علينا. بصبح عليك يا مريم، صباح الهنا على سوريا وشباب سوريا واهل سوريا. حبيبي يا سيدنا محمد، ايوه يا مريم، ليك انت يا مريم التحيه دي يا حبيبتي. مريم من سوريا دي التحيه ليك يا بابا. كده استاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا غير محطه ولا اروح في اي حته. ورجعنا بعد الفاصل مع حضراتكم كده، بنحشي الفلفل كل ده انا حاطه على النار، شغال على النار عشان ما ضيعش وقتنا. نعم يا فندم. شرب عادي يا باشا؟ عادي. لا ماشي يا باشا. ما هو احنا مش عارفين فين عند ابو حبيبي يا رسول الله. قوم بقى ايه يا عمي، تعال نشوف هنعمل ايه كده. خلي بالكم المخرج بيقول لي انت بتهدر في الشغل. حاضر، على عيني. حبه رز كمان اهم. بقول لي هتعك في ايه تاني يا عم؟ سيبنا اشتغل بقى.
طيب مش هقول لك اعمل ايه دلوقتي. الاول نعمل شويه الشوربه. صح يا باشا، شويه سمنه، وادي الهوت ووتر. وادي الفلفل الاسمر كده. اهم حاجة نصلي على الحبيب. قوم بقى ايه يا سيدي، بعد كده نيجي هنا ما تقوليش بقى حبازلن بزاز عبد عزيز والصنصنة وحاجات دي. قال لي بجد بجد هيطلع. طبعا طبعا يا باشا. امال هرميها يا عمي. هو مشكلة المخرج دلوقتي بيقول لي انا عايز اعرف حاجة واحدة بس، دي هتمسك ولا هتسيب؟ قلت له سيب وانا اسيب كده. وادي الكلافز اهو اللي مضايق المخرج، وده الغطا. والله ما صلي على حبيبي سيدنا محمد، مفيش بعد كده جمال وحلاوة اهو. هتقول لي بقى كاني ماني مش عارف. نعم، ناخد فاصل ونرجع تاني ونروح في اي حته. رجعنا بعد الفاصل وعندي كده هوت دوج بالعجين. هوت دوج بالعجين عايزين بقى ندلعه شوية ونخليه حاجة حلوة. بنديله سرنجة كده من جوه. ممكن يا ابني تجيب لي شوية توم باودر وبصل باودر؟ ما تردش عليا. برضه بترد عليا؟ انا ساعات بقى اغير رايي وانا شغال يا جماعه، وتلاقيني نقلت من ايه على الرابع. يعني ده كنت ادخله في الفرن، بس رجعت في كلامي بقى قلت لا، احنا عملناه قبل كده في الفرن. هنعمله ستيكس كده بالخله. طبعا ده لازم يتسلق يا جماعه بعد ما بنطلعه من العلبة بتاعته عشان نطلع الرطوبة منه ونبقى عاملين له الهيجين بتاعه. طيب كده هنا خلاص. نيجي بقى على البراي بتاعه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي. حبة دقيق يا ست مريم. بيكنج باودر، سكر، ملح، نشا. الو. ايوه يا مريم. الو. ايوه يا مريم سامعك. اي شيف. ازيك يا مريم؟ صباح الخير. صباح النور. لو سمحت عايزه طريقه عمل البيتزا. عيني يا روح، عيني يا روح.
نبي يا عم جمال، عايزين بيضتين تاني؟ ايه في بيضتين هنا؟ انت عامل لا ما غيرنا الموضوع يا جمال. هات لي بس بضايه تانية الله يخليك، اصل احنا بنرجع في كلامنا دايما. معلش سامحني. ما هي اللي السبب، منها السبب. اه انا عارف، معلش. لا لا انا عارف انت ما بتحبش تقعد قدام بعضيها. محضر خير. الراجل عامل لي العجينه ومظبط لي الدنيا وهي بتقعني في الدنيا بعضين اهو. ماشي. ممكن اديله لبن، بس اللبن هيعمله ايه بقى يا جماعه؟ هيخليه يعني ايه يحمر بسرعه، وانا عايز اسويه، عايز اخلي حاجه حلوه. هاتي يا استاذ جمال افندي. الله عليك يا استاذ جمال افندي. هاتي يا جيمي حبيبي يا رسول الله. بص يا باشا وبص بعينك وارحم بقلبك وصلي على الحبيب. حبيبي حبيبي يا رسول الله. النبي اللي اوريك اللي في بالي. عند القلة يا شغالة. يا حبيبي طال غيابك ليه يا غالي؟ قال له مش عارف. طيب كده حلو، قوم نطلع دي بره كده. لا في ايوه في الفاتوره. دي له ما انا فيش، شوف اعمل بايه. كده يا سيدي اهو. ايه بس انت مش عارفه؟ خلاص يا عم الديب فراير خليها اجنبي كده، ما تزعلش نفسك وديله المانيفستو. ليه بقى حبة الديه دول يا عمي؟ لا عشان يشيل يا باشا. ماشي. دي عشان تشيل معاك من اللبراي بتاعك اللي انت عامله اللبا لبرق. اه يعني يابا ليه جبتني طباخ؟ عشان المخرج يسخر مني كده. هنا اهو نركز مع بعض. النبي الله يخليك عشان الموضوع ده هيروح على رقاب. فين فين فين؟ ادي اللوش. انا عارف انا عارف انت هتقولي دي. قوم بقى ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن. نعم. يا عم أسامة. يا صباح السعادة يا صانع السعادة. حبيبي حبيبي يا أس. يا صباح الفل يا حبيبي. بالذمة بالذمة لو عم حمامة جبنا له قرين شط حلوين زي دول كده أهو. الله والله عسل. وهو أصلا بيحب الحاجة الحراقة زي حالاتي. والله حاجة جميلة، تسلم إيدك يا شيخ حبيبي. صباح الفل يا باش مهندس وصباح الهنا. صباح الفل يا حبيبي. واجعل استمتاعك زي الفل وهنا. رب يبارك لك يا حبيبي حبيبي يا شيخ والله. حبيبي يا باش مهندس. ربنا يخليك لي.
رب. صباح كل حاجة في الدنيا على ابني. صباح السعادة حبيبي. نهارك ابيض صباح السعادة على عيونك يا حبيب قلبي. كده الله الله الله. انا عارف هسيبك واروح فين. بص يا باشا، بص يا حبيبي، بتقول لي هتحل منك. تحل مين يابا؟ تحل مين يابا؟ ده انا هاكل اللي فوق الوش دي. الله الله. طيب انا مش قلقان، النار كانت بارده شويه بس هتشتغل دلوقتي، لسه عندنا شغل ياما. ناخد فاصل ونرجع تاني ولا نغير المحطه ولا نروح في اي حته. رجعنا بعد الفاصل وكده هنستهل موقفنا تاني، نشتغل تاني بقى بدل ما احنا كنا مريحين شويه. هو المشكله ان احنا دلوقتي بقى معاش عندنا مشكله. بتر فراي وني ليها برضو. انسي يا اختي انسي انسي. براحتنا بقى. اوعى السكة والطريق. الحلو حلو لقايم النوم. شوف يا باشا، شايف الجمال؟ موزة. شلت دي؟ بص يا باشا، موزة موزة اهي، شايف اللي هتطلع دي؟ حبيبي 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 حبيبي. آية آية يا يا صباح الخير يا لا، اسمعني من التليفون وفين التلفزيون؟ طب خلي بقى التلفزيون ينفعك. ست آية شكرا. آية قال ايه يا عمي؟ مش عاجبها دي. شفت بقى اللي انا فيه؟ بتقول لي لا، كان في حاجات احسن من كده. انا عارف مين اللي بيوزعها وقاعد جنبها كده. مش لما تدويها بقى صوريها الاول. خلاص كان زمنه جبر.
قال له يفكر الحلو بيا. دي نعمل بيها بنانة، نعمل بيها تفاح، العجينة دي نعمل بيها حاجات كتيرة جدا هتعجبكم، نعمل بيها حاجات كتيرة جدا هتعجب حضراتكم. المحشي على النار، يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله. يا ست فاطمة. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ست فاطمة. ازيك يا شيخ؟ صباح الخير يا ست فاطمة. الحمد لله كويس. أموريني يا ست العرايس. انا عايزة طريقة البيتزا. خدامك يا فندم، على عيني، تأموريني سعادتك. يلا يا بنتي هات البيتزا. بتقولي لا، طب قولي له بقى انت خليها تجيب لكم البيتزا بقى. هي بتقولي لا، ماشي برضه، بتقولي ماشي، حاضر حبيبي، حبيبي وابن حبيبي. الميزه في اللقمه دي يا جماعه كريسبي مقرمشه. بصوا اوعى بقى السكه والطريق، بقى اوعى بقى السكه والطريق. انا رايح اجيب فول، ايه اللي دخلني التلفزيون؟ من لله. ماشي ماشي. قال لي قدر المشاهدين وذنبهم. قلت له يا عم لا، مش الدرجه دي يعني. طيب نعم يا عم عبد الحق، وقول الحق. اللهم صل على النبي عليك يا شيخ. بسم الله ما شاء الله. حبيبي يا عمدتنا، حبيبي يا عمدتنا. صباحك زي الورد والياسمين. صباحك هنا وكله خير. الله يخليك يا شيخ. حبيبي يا عم عبده، عم عبد الحق. الله حبيبي. الله يخليك يا شيخ. صباح الهنا على عيونك يا جميل، صباح الفل عليك. خيرا ان شاء الله على كل بتعمله ان شاء حبيبي الله. حبيبي اخويا، حبيبي. الله يخليك يا شيخ. نهارك قشطه ان شاء الله وزي العسل. الله على حبة الجبنة دول. مش تقول لي بقى كده حبازنا مبزازة عبد العزيز. طب انت عايز تاني ايه يا عم، يا عم شريف؟ عمر بالستر. ناخد فاصل ونرجع تاني وانا غير محطة ونروح في حتة. يلا بعد الفاصل، وعندي اكلات غريبة وعديدة ولذيذة. عندي مشروب الكاستر، مشروب كاستر، قلت له كاستر خيره، كاستر الجاهز اللي بتباعها هنا في الاسواق، بنعمل منه مشروب ازاي؟ زي السحلب كده، ورن يعني. عندي لبن بودرة اهو، نطلع بس المايه دي تفك شويه بدل ما بتغلي. وعندي كاستر باودر جاهز، وسكر، بودر الزعفران،
وميه بتغلي وعندي حبهان مطحون. ماشي يا عمي؟ طيب بحط السكر الاول ادوبه. امال ده ايه؟ دي بودر. امال ده ايه؟ ده لبن. طيب حقك معلش، انت عارف برضه السن اللي حكم يعني ما قدناش بنشوف قوي. طيب نطلع بس دول هنا عشان انا فاض مني شويه. العجينه دول عملت بهم قرنبيط اهو. انت لازم داخل معايا في الطريق يعني لعبة قسم. مش كده كده شكله اللعبة قسم يا جمال؟ فهمت انت عايز ايه؟ طيب ماشي. نعم. فاضلك قد ايه؟ انت يا عم انت خلصت يا عم. ماشي. لا انت بترخم عليا انا. ماشي بهديك حته. طيب يا اخي يا مطعوم مش محروم. هغدر الاستوديو كله. ربنا قال لك ما جعلنا جار وله عيون، امال هنكون هنعيش مع ايه؟ مع فوقها. لازم الجار اللي يكون عيون. وبعدين نقول لك ايه دار عيون داريها. طيب انا مستني بس الميه تبرد. السكر حطيناه اهو، وادي اللبن البودره. شويه حبهان مطحون مش كتير، شويه بودر الزعفران. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. وادي الكاستر خيره. دي وصفة سهلة كده، ياخد غلوة بسيطة. فين الكريم شانتيه يا ابني؟ نحط شوكولاتة على والله ما جسرتي. فين بقى اللي انت قلت عليه؟ يا ايوه بخبط هو جاي اهو. خش يا عم انت اللي بتخبط. انا عايز ادوقه ده. لا 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 لا. اقول ايه ولا ايه؟ فين يا ابني التاني؟ مفيش هم دول بس؟ هات اتنين تاني. لا 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 بجد بصراحة يعني تسلم ايدي. زعلت. انت مالك انت تسلم ايدك ليه؟ ده يا جماعة زي السحلب. يا حبيبي يا رسول الله، عايزين نغير في اكلنا ونجدد عشان نعمل حاجات حلوة جميلة. نعمل حاجات حلوة وجميلة. الله اوعى تكون اتقل من كده، ما تقليش اكتر من كده. فوطة نظيفة. مناطب نفسي ليه؟ لقيت يا ابني؟ النبي حلوين
بصوا بقى يا باشا، لا يا باشا احنا لسه هنغرف يا حبيبي اللي بالي بالك، انت فكرني نايم. لا اله الا الله، انت ما انت عايز تاكل الفلفل؟ مش عايز تاكل الفلفل ولا هنغرفه بالحلة؟ هناكله من الحلة. طيب ماشي، شكرا. يلا بقى يا سيدي عشان المخرج زعل مني وهياخد مني موقف اهو. معلش انا عايز اكل ايه اللي فوق الوش. الله، قال له ايه اللي فكر الحلو بيا بعد بتجسس عليا؟ عايز اشكر حبيبي وابني واخويا وعم عيالي، عمي شغيف بالفرنساوي، صلاة النبي. انا بقى جبري في المحمصين وعلي في الحلة شوية لفت. أشكر عمي شريف حسين وأشكر كل الكاست اللي معايا وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.